طب دكتور احمد، طيب كلمنا مشكلة دكتور احمد، طبقا للي احنا قلناه من نقاط قوه ونقاط ضعف، عايزه حضرتك دلوقتي تحط لنا تشكيل الاهلي يوم السبت. تشكيل الاهلي من وجهه نظري ان نلعب 4 3 2 1، يعني 4-3-2-1. طب المثلث حراسه المرمى الشناوي، الاثنين المساكين ياسر ابراهيم وايمن اشرف، مظبوط. الباك اليمين احمد فتحي، الباك الشمال علي معلول، الثلاثه اللي في النص يبقى اليو ديانج قدامها. سته ما نلعبش زي ماتش الزمالك، كنا احنا الثلاثه الارتكاز ما كانش ليهم ادوار. ما انا بقول يعني عشان كده بسالك، اليو ديانج يبقى قدام هو اللي بيغطي الاثنين المساكين، واليو ديانج عامل ماتش رهيب الماتش اللي فات وبيزيد وعامل ماتش خيالي. اليو ديانج قدامه الاثنين حمدي فتحي وعمرو السولية، على اليمين هيبقى حسين الشحات، على الشمال هيبقى جونيور اجايه، لان كهربا يعني الاصابه يعني انت مقلق من اجايه. تفتكر ان كهربا ايه مش هينزل؟ لا اعتقد ان هو ممكن ينزل في الشوط الثاني، الشوط الثاني، لكن بدايه تبقى صعبه يعني. وجونيور اجايه ناحيه الشمال، وقدام بادجي، لازم بادجي. انا وجهه نظري ان بادجي ليه؟ عشان اسرع يعني. انا بشوف ان مباراه الاياب اللي هي في المغرب بادجي ياخدها، الذهاب اللي هي بتاعت القاهره مروان، لكن دي ليه؟ عشان حته السرعات عندهم، صلاح الدين السعيد كبير في السن، كذلك برضو اللي جنبه ابراهيم نجم الدين بقاله فتره، محتاجين واحد افريقي، مهاجم افريقي قوي زي بادجي سريع، ده ماتشه يقدر يجيب لك ضربه جزاء هناك. يقدر هناك الماتش اللي هو بتاع يوم السبت، يقدر لو بدانا ان شاء الله بادجي اعتقد ان ده ماتش. طب